موضوع أنا وما قدرني وحيالها لكن عربيتك أو دينك كسر درمي لكن كتابك الله سبحانه وتعالى أنصل إيراد كل حين بل إسكب دافع يعني بحقوق ابن آدم لماذا يعقل سليمك يضمير كفية وآل يليني مرتوام حيوى عربيات أو أدغنت إسرائيليات حدي إسلامك لو دلالي إن لغه في إسرائيليات يهود قدرتي أنه ما أنت وحان أصوى كبد الشرعي أو أنا أتو تشيرين عد الله عدي إنت أسلوبك علمي أو أقوانت قصر يسر أي كتكتو أي هيدارتو إي حضار كمريسو أنا أتو تشيرين أو لما أمح يتعال سينينا أو دا إن حرومت إذن هيا عافمات أيو أستان أيهي كان دابا إذن هاي ساعة في مات بي أستان أطاعي بل حلمته دين ولا لها إياته لكن وحن دونينا إنا نوحي لها عربيات أما دخل عربية الديموضي أنو هالكاس إغنو أنغو كدقينا أو قبصرينا كتابك الله سبحانه وتعالى وعجيب بضانتاعي آد إيابي وعجيب بضانتاعي قفكم مركو إسليبو أو قرد الله ديو أو لياشو إن الحرية وأدكتاعي أبي وغدتها لكن أعبها أنت هاي إن وصل بردكته حرين تقفتها إسديري حرين أنا أخريي حرين أنا أقصر كبما وحاكمدها إنت أنا العربيات السبعة مدمد وقلمين وعلي ذلك سريلانكا وحي آدو حناليان مروذياشا مروذيا أصغلون شربرنين بعد دور تبقى صغبتها meel baa la keenaa waxa lagu xiraa tir adag ama darbi shub ama lagu xiraa xarig baa lagu xiraa wuxuu isku dayaa xarigga adag oo laga yaabo inuu ama kaawi yahay ama uu bir ka samaysay ama sasad uu yahay inuu iska gooyo wuu isku dayaa ma gooyi karo wuu carra ma gooyi karo wuu isku dayaa ma gooyi karo sida ugu jiro uu cabaadayo oo xarigga u jiidayo buu xaqiiqsadaa إنه سنحرك حركة كفة كنكرين حاكو دعا وحاكو دعا وحال غمق عابو الاستسلام والخضوع هو اسجيبات برد الله العذية هذا هو بعاد عدا هذا هو بعاد عدا متكدب هذا الله بعضو إن ميلا استاجيو مرادقاس باسكيل بالوحة باسكيل مرادقو مكرانا يو شبه الناس أكو حرين الشبه يحي وحاقتك حرانتا هنا باسكيل ما هدوار كحارج الله الله ما يشتم تقداني that's how they train سسوط ربرا مرتا وحاد مودادت كارتي إن مكي هوري شب أدت لغو حري أو صومالي نمد أدنوغ فقيري أو ميل فقلقيري لكن هذا أي فضود دهي يعني إلا برارو جيو هذه البرارو جيانا أي أغانان وحاي فعرين شبكي ماهي باسكيلوي وأي صوفر كدان والإسلام لماذا صحدة إيا الصومان لماذا أيوي ماذا مرتا وحا هركاس كارم وقريسا صلالو أقوم ماذا أبرو دين فكاتيرو لما قادو من بائري أورانيا بل وحا لغيا بينو دارك جمعي عربي إيرا هذو بدتو العرف عربي أف مقدسة أيو أركان أو صومالي كنجر كفر لبضن أرنسا حماها لقات تودن ويسكمت قرآن كعديي واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات لقديهن إيا مدبدين وآيات إلهي جريتان كيسا الغوكر طمنا كرفر لبضن لقروا من أهل الكيم هذين إلهي بانا ضدك بري مرك ما هي العربي والصومالي الخفل البريع لكن عقدة داس مجشي وحي كلفتي إن هل جبي أما لما تدر أو جبي العربية أي نيشن دن دميان كارن دن إني دميان ومطن إني وضد الجهل أجهي إلى فيري من بعد بقروا حقوق قبيعي بعض الكتاب عليه شافعي وآنو مروا ما يسريو شافعي وحروا ما إن هذا عقل بضنبوها صومالي ذو أدبي الاعتماد عن فقه الشافعية جبي كان عدي تريبا حتى لأخذو لكن هو جبي هدير الصومالي يو ومعليه سأدفهنتو
dabaygaani wuxuu awoodi karaa inuu ummad dhan wadada aqoonta ka leexiyo oo wadada jahliga ula dhigo. Wuxuu leeyahay ninka gabayga odhanaya, kullu lculuumi siwa lqur'aani mashqala, wax alla waxa la barto qur-aanka aan ka ahayn oo waxaan qiimo lahayn. Ila alxadiisa, marka laga reebo xadiiska, wa cilmu lfiqhi fi ddiini, iyo cilmiga fiqiga. Alcilmu buu leeyahay maa kaana fiihi qaala xadaana, cilmi waxaa dhahaa waxa ay ku jirto qaala xadaana waxaa loo sheekeeyey, wamaa siwa daaka wuxuu intaa ka soo harayna fa waswaasu shayaaiini, waa shaydaan warkiisu leeyay. Ummaddu hadday labadaa tuduc oo odhanaysa aqoontu waa qur-aanka iyo xadiiska iyo fiqiga, waxa ka soo horena waa waswaas shayaaiin. Hadday ummaddu labadaa tuduc ku yatoqdo oo labaatanka wiil oo hayskuu ka baxay labaatantaba shareeca loo diro, oo aan saynis la baran, dhakhtarnimo aan la baran, injineeriya aan la baran, oo ay nagu soo laabtaan konton wadaad oo masaajidada inay imaamka noqdaan maahe, ummadda aan waxba kusoo kordhin karin, oo waxay soo barteen uu ahaa xadiis iyo fiqi, oo laga yaabo xataa inaanay qur-aanka si saxa usoo baran, oo beri ka maalin midba intuu minbar istaago kan kale uu lacnado, ummaddaasi wadada jahligay qaadaysaa, waxayna ku dambaynaysaa dagaal iyo colaad iyo qarax bay ku dambaynaysaa. Jacaylkii iyo farxadday ka fogaanaysaa, nabadii iyo horumarkay ka go-doomaysaa. Arrinta annagu ma doonayno. Waxaan leenahay kullu lculuum, dhammaan culuumtu waa muqadas. Qur-aankaanu baranaynaa, axaadiista saxda oo qur-aanka waafaqsan baanu baranaynaa. Xadiiska nebiga cid diiday ma jirto. Waxa aan diidanahay waa xadiiska nebiga lagu been abuurtay oo nebiga caayaya, kan nebiga caayaya wey halkaasaanu di ustaga iyo injilta ku sheegay. Waxa aanu diidanahay waa nebiga midka meelka dhaca ku ah oo dumarkiisa iyo gurigiisa ka sheekaynaya. Laakiin axaadiista saxda ah oo qur-aanka alla waafaqsan waa midda marka aan soo toosno asbaxnaa oo asbaxa almulku lilah, marka aan seexanayno bismika allahuma wadactu jambi wabika arfacu, adkaarta aan ku tusbiixsanno iyo dhaqankeenna suuban weeye. Waxaan rabaa marka inaan u gudbo dhaqanka koowaad. Alcarabiyaatu sabca, midda koowaad waxay odhanaysaa sawtu lmar'ati cawra, sawtu lmar'ati cawra, naagta codkeedu waa cawro. Arrintaasi qur-aan maaha, xadiis saxiixana maaha, wax jirana maaha. Waxaan odhan karaa waa arrin bini aadan alifay ujeedadu doona ha ka lahaadee, maxaa yeelay codka ragga iyo codka dumarku waa laba qof oo bashara oo siman oo labaduba karaamada codkood weyn. Haddii laga hadlayo xumaan, ninku markuu xumaan ku hadlo, naagtur ay xumaan ku hadasho, labaduba waa codad xun iyo hadallo xun, wax fiicanna maaha. Laakiin haddii wanaag lagu hadlo, lama odhan karo naagta codkeeda cawro ah. ilaahay subxaana watacaala arrintaa markuu ka hadlayey oo dumarka uu ugu dardaarmayey, allah subxaana watacaala wuxuu lahaa walaa takhdacna bilqowl, hadalka hajajabinina. dumarow marka ragga la hadlaysaan, hadalka hajajabinina, hadalka inaad jajabisaan maxaa loo diiday? Hadalku inuu qurxoon yahay lama diidin, inuu wanaagsan yahay lama diidin, inuu qofka dhoola cadeeya lama diidin. Waxaa la diidan yahay hadal ninka qalbigiisu jiran yahay, uu moodaya gabadhaa wanaagga kula hadashay inay ayadu xumaan ula hadashay markaa uu damcayo. falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad, waxaa idin damcaya midka qalbiga ka jiran. ciladdu marka xagga dumarka ma aha, ragga waxaa ku jira qaar qalbiga ka jiran oo marka la salaamo asalaamu calaykum walaal iyo war ayaantan xaggee ka baxday, marka laga hadlo caafimaadkaada see tahay oo darisnimo loo salaamo, haddaba markuu dhaqaaq wuxuu le waran agka muujadaa ayaanta intay aadabay tiri way rabtay, asagaa qalbiga ka jiran. markaasaa rabbi wuxuu leeyahay war dumarow, hadalkiina ha jilcinina nimanka qalbiga ka jiran si aysa idiin damcin. oo ilaahay umacadkaya cawraa may codkiinu cawro maaha, fiil aayadda waqulna hadla oo qawlan macruufan, hadal wanaagsan ku hadla. hadalka dumarku waa shay amar uu alle ku bixiyey oo uu yidhi qulna qawl
caqliga common sensiga wuxuu qoraya qofkan bini aadamka hadalkiisa waa midkuu ku hadlayay, waa kuu ku mucaamuleynayay, kuu wax ku sheegayay, ummaddu ku jiray. Waa maxay farqiga inay hadalka u dhexeeya wax u dhexeeya ma jiraan?